أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانها مدينة الكاظمية، مدينة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هاي المدينة اللي يقصدها آلاف من الزائرين والآلاف من الناس من كل محافظات العراق، خصوصا يعني أيام العطل، أيام السبت، هذه المناطق اللي تكون مزدحمة دائما، تحتاج إلى خدمات أكثر، تحتاج إلى ربما تركيز أكثر في موضوع الخدمات، موضوع البلدية وما إلى ذلك. راح نلتقي بالمواطنين يعني من أهالي الكاظمية حتى يحدثونا عن واقع هذه المدينة أكثر، ونتحدث عن ملاحظاتهم وشكاواهم في حال وجدت. يعني السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا حبيبي. أنا وسهلا. أنت من أهل الكاظمية؟ على رأسي إن شاء الله من الكاظمية. شنو الكاظمية، شلونها هاي الأيام يعني؟ بالبداية السلام عليكم على القناة الكريمة الموقرة. احنا نحب بس شغله واحده، كاظميه منطقه تمتاز بالمرقدين الشريفين الامام موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم السلام. الكاظميه تطور مالته فقط بداخل الصحن الشريف، اما في خارجها ماكو اي مشروع استثمار ولا اكو توسعه ولا اكو اي شيء. تعال السبت او الجمعه او الاربعاء تصير حركه الزائرين، يعني اقبال على الكاظميه يصير اكثر، تزدحم خلال يعني بضع من ساعات قليله يصير ازدحام مكثفة. احنا نحتاج بالكاظمية، نحتاج توسعة، توسعة بعد افضل، يعني خلي يشوفوها مثل ما التوسعة اللي صارت مثل كربلاء، العتبة الحسينية والعباسية او العتبة العلوية، توسعة يعني ما شاء الله عليهم، بالعافية عليهم. احنا نريد دائما دائر الامام يعني فد شوارع حلوة، حدائق، يعني فد من يجي الزار يعني يرتاح، يعني هم الزيارة مثل ما يقولوا هم تسيارة، وهم الاسواق مالتنا فد نوم ماتت. أنا إذا أشوف موضوع النظافة يعني مهتمين هي. تقريباً موضوع النظافة إنه يغسلون نظافة، يعني أنا عم خلف الله على العتبة الكاظمية المقدسة بين فترة وفترة طلع على آليات مالته وينظفون باب القبلة وباب المراد عندنا ينظفوه. أي بس إحنا نريد توسعة، يعني أمين بغداد إلى رئيس الوزراء إلى مجلس النواب الموقر، يعني خلينا ينظرون هالمدينة المقدسة، يعني ما بيها أي خدمات، ما بيها يعني مجرد إنه داخل الإمام والشوارع المؤدية اللي قريبة مثل باب القبلة وباب المراد، يعني بس هاي احنا نريد توسعه. عينهم على الامام يعني موسى بن جعفر ومحمد جواد، وعينهم على المكان المقدس هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عمو شلونك؟ الله يخليك يحفظك. الله اهلا وسهلا. زاير حضرتك؟ نعم. اي احكينا شوي عن الكاظمية. والله الخدمات خدمات خير من الله ونعمه وما شاء الله، زياره خير من الله وزين. هذا تشوف النظافه، والله النظافه جيد، النظافه هذا على هالشكل كله جيد. أي. أي. منين حضرتك؟ من بغداد؟ من العزية. العزيزية. كلش قد تجي مثلا زيارة؟ والله بالشهر مرة، بالشهر مرتين. تغير جو. اي تغير جو، زور ابو الجوادين. من تجي بين فترة وفترة تحس اكو فرق بالمدينة؟ اكو تغيير؟ والله اكو فرق. اكو فرق. نحو الأفضل؟ نحو الأفضل إن شاء الله، إن شاء الله نحو الأفضل. نعم. احنا نريد نحو الأفضل، ما نريد نحو الأسوأ. نعم. يلا. شكرا لك. شكرا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا تحيه لقناتكم الموقره. الكاظميه يعني مدينه مو يعني يعني عريقه من اهلها وناسها. الكاظميه حاليا لسه لو تيجي تشوف يعني يعني الكاظميه ما بي حتى الشوارع يعني اي شيء ماكو، يعني الامام عليه موسى بن جعفر عليه السلام من يجي الزار يشوف مكان ضيق، لا تفرد مكان انه يقعد به الزاير، حتى مكان يعني يستريح به الزاير ماكو. شوف اكو الدرابين هنا المباريين، الخرائب اللي موجوده يعني والله لا تروحون تشوفوها، يعني اكو اهمال، يعني اهمال كلش، يعني اهمال مو طبيعي، مو طبيعي يعني هنا خصوصا ورا الامام، يعني بظهر الامام ظهر يعني يبعد 5 متر يعني بيو يعني خرابه خرابه، خلينا نقول بصوره عامه خرابه خرابه. يعني ليش سووا الشارع مال شارع الامام علي عليه السلام شارع سدوه؟ زين هذا الزاير يجي الزاير على الخرابه يفوت يطب اللي يطب للامام ولا من هنا. نحكي على السالفه، السالفه الثانيه انه بيبان يعني الابواب مال الاماميه ساديها تقريبا، يعني شوف بس باب القبله مفتوح وحده باب يصير عليه ضغط، ده يصير عليه ضغط و يعني بصورة عامة يعني خلينا نقول يعني هم يسوون شيء ويسدون شيء. خلينا نحكيها بصورة عامة، يعني ماكو يعني همال حيل، يعني كل شيء اللي همال صار مدينة الكاظمية. ليش
ما حد يعرف. ما نعلم يا مدينة الكاظمية كانت من أحسن المناطق وأحسن المدن. بغداد، محافظة بغداد خلنا نحكي، مع احترامات البقية. زين، موضوع النظافة، النجاري، هاي المناطق هي يعني الرئيسية، هاي الفروع، الدرابين القديمة. والله يعني خلنا نحكيها بصراحة. نعم. تعال عمنا. هنا بالشارع نظفوا. يعني مثلا تيجي التنظيف هاي كل أسبوع مرة، لو يجون لو ما يجون. أي تكرم أهل المجاري يجون بشهر مرة. بس بقية الفروع والدرابين اللي يعني ما مطلع قصة من باب المراد الدرابين يعني الطوب، والله ثق بالله تمشي على خيسة. زين، هذه الخرائب اللي تقول عليها هي بيوت ناس يمكن. ايه. زين، هذه شو يعني، شنو حلها برأيك؟ يعني حلها هو ماكو، انه تطلع يعني يسوون مثلا توسع يعني ترتيبات تعميرات للمجاري للشارع، ترجع الامور طبيعية، يعني ترجع يعني هم يعني بس يعني هذا من باب المراد يعني تكرم حاوية ما الزبل ماكو. العالم يعني تمشي يعني حتى الزار من يجي يمشي مع المناطق اللي تأدي الفروع اللي جاي تأدي على الإمام، هاي ايش حالها. زين، الزار من يجي يشوف معنا بقية المحافظات، الزار من يشوف هاي شي يقول. نعم. يقول على أهلها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. شلونك حاج هنان؟ ورحمة الله وبركاته. أنا زينا بكم. من أهل الكاظمية جاي زيارة؟ أطراف الكاظمية. نعم. بس تابع للكاظمية. نشكر هاي القناة مالتكم، القناة الموقرة متابعة المواطنين. شنو تشوف ايش محتاجة هاي الكاظمية، أطراف الكاظمية، المنطقة اللي أطراف الكاظمية محتاجة هاي الخدمات بها. نعم. منعدمة كليتها، ما موجودة. وعندنا تدري طاب الزراعي بالقاطع مالتنا، يعني مناطقنا الناس دا تشتري مواد ما تدخل لها، معاناة إلا بفلوس. مجاري موجود. وين بالضبط؟ تابعة الكاظمية؟ رقية فاضل. تابعة الكاظمية. رقية فاضل. بلدية صفر بها، يجي أبو البلدية طب يفطر يطلع منا أنا ويروح منا أنا، وملاحقين المواطنين ذول اللي يبنون يدق له شعب جاب الشفل وفلشه. زين، يعني وصلت الشكاوي فتحوا قبل شهر المواد ورجعوا سدوها. فموضوع البلدية صفر، يعني ما عندنا أي بلدية ولا أي متابعة. هسه إذا تروح للقاطع تلقى النفايات كميات كبيرة حيل. وهي المنطقة يعني خدميا كاملة، كاملة تبليط، مي، كهرباء، تعداد. احنا بالنسبة لي احكي لك مختار رقية وفاضل. نعم. هنا الاخ بصفي مختار قرية السعيدات. نعم. احنا ما دنا احكي لك من فراغ. نعم. احكي لك احنا مخاطر. بالعكس انت عندك المعلومات الكاملة عن المنطقة وهلا. دنا احكي يعني. لك يجي ابو البلدية يسف الزاكة وهذا تعال الطيني تعال مدري شنو لو افلشك. قبل يومين انا هو تجاوزات هذه؟ لا مو تجاوزات، طابو زراعي. زين، فاحنا عن طريق هاي القناه مالتكم الموقره هم نريد توصلون صوتنا. نعم، المنطقه بالذات شو اسمها؟ رقية وفاضل، 23 رقية وفاضل. نعم. زين، فعن طريقكم نريد توصلون هاي معاناه هذول المواطنين. واترك الكلام لاخويا مختار السعيدات. نعم، تفضل استاذ. عرفنا بحضرتك. المختار حسن شراد السعيد ابو حيدر. نعم، تشرفنا. انت الشرف، الله يبارك فيك. والله بالنسبه للخدمات قلت لك مثل ما حكى الاخ المختار، يعني الخدمات تنظيف بالمنطقه ماكو. هسه طب المنطقه تلقى الزباله ارتفع مترتين. خلف الله على اهالي مرات يصيرون يجمعون بيناتهم الناس، يجمعونها بالبلوريات وشفل شنو يذبونها خارج المنطقه. نعم. او تحترق، لان ما حد متابعها. مخليهم سياره واحده مال البلديه كي تجي يومي تشيل كارتونات تلقطهم تروح بغت الزباله بالمنطقه، ما حد حالها ولا حد يقول. زين، مو هي الناس همين عليها واجب انه يعني يرتبون هذا الموضوع، يعني مو دائما على البلديه. يعني اكو مثلا خدمات عندكم، حاويات ترتيب بحيث انه المواطن حاويات ماكو. يعني احنا هسه منطقتنا السعيدات ما بها له حاويه واحده ما بها. ما انطونا حاويات، والسياره مال البلديه ما جات في المنطقه، تروح المنطقه مثلا تشيل الحاويات على مود نازل بالحاويات. فالناس قامت تلقى مكانات ذب واحد كله قام تجيب وذب يعني بعد. زين، انتم كمختار اليوم هي. يعني شنو الدور اللي يكون عندكم بتوعية المواطن مثلا بالتواصل؟ يعني شنو دوركم اليوم؟ يمكن حتى بعض المشاكل العشائرية ممكن تدخلون بها تحلوها. احنا بكل المشاكل العشائرية ندخل بها، تصير مشكلة بالمنطقة ندخل بها. نعم. نفضل يعني مرة تصل للجهات العليا او الامسرية اذا الا مشكلة قوية نوصل للامسرية. نعم. بهاي شغلة النفايات مال البلدية حكينا اكثر من مره بيها. نعم. يابا ما يصير سووا لكم حل، مو هالشكل. يعني ذيك الفتره سووا مثل ما تقول دوره شهريه، قاموا كل شهر طلع لوريات على منطقه. نعم. تنظفت المنطقه بالكامل. نعم. من محافظه بغداد. نعم. بعدين من تركت موضوع المحافظه
ظلت على البديه، البديه شغلتهم صفر. زين، يعني كل النظافه ما عندهم. موضوع البناء مستمر عندكم بهاي المناطق؟ البناء مستمر بس اكو معوقات عليه، وهي ممنوع دخول المواد البناء. ذاك اليوم الدوله فتحت المواد شهر ترميم وبعدين سدتها. هسه ماكو مواد، الناس زين مشتري، اللي باني بيته على ابو نص وظال، واللي باني بيته ربع من دم كمله وباقي، فظل الناس متوقفه. او وجابوا البلديه انت شلون باني هيك، يا باني مشتري بفلوس باني وقاعد مشتريها من صاحبها الشخصي، وسند مو قاعد دوله ولا متجاوزين احنا، وبيها كهرباء وبيها يعني كل اللي اخذوهم تبليط نظاميا يعني تقريبا. فيظلون وراهم مطاردون في سبيل ابتزازهم على مود اخذ مبالغ ماليه. اي هاي نفس المنطقة؟ أنا السعيدات ورس أرقية فاضل. نعم. طيب احنا نحاول ننقل هذه يعني المعاناة وهذه المناشدة يعني إلى المسؤول مباشرة حتى نشوف أيوة شو يرد علينا. جهودكم إن شاء الله ومشكورين، وجهود قناتكم إن شاء الله. جهود قناتكم والشكر الجزيل لكم. اكو ملاحظات بالكاظمية، نتمنى انه اليوم هسه فرحنا مغيرين السيطرة لهاي اليم الجسر، فنتمنى يخلون فد شارع، هواي شوارع بها مثلا الخروج منها والدخول منها، خاطر شوية تتبرمج سير السيارات الزوار. يعني هم هسه هذا اللي يفتش المفروض يصير عنده فراسة أفضل، مو يلزم هذا الرجل ويظل شو اسمه. هي مبين ذاك هو العد، حتى عيونه كنا نلعب محبس سابقا، من تصير لعبه المحبس نجي نشوف العيون نشوف هذا اكو سر المبيت بيده. ها المبيت بيده ذاك هو طلع. فالمفروض تكون حسنه يعني اكثر، تقدم اكثر الشعب، مو ذاك هسه التكنولوجيا لعبت دور. الكاظميه ايش تحتاج اليوم؟ تتمنى انه الكاظميه الحقيقه اتمنى انه تطور افضل يعني. اي وهالمناسبات تصير يعني شويه، يعني هي المدينه تستقبل الالاف كل يوم يمكن، يعني مدينه ما شاء الله يعني، بالاخص سلام الله على زياره الحسين الكاظم يوم الاربعاء والسبيت ديوان موسى بن جعفر، فهاي يسوون توسع يعني. فاحنا نتمنى هاي الدائر ما يدور البيوت، مو اكو مساحه، المفروض يسوون توسع، فالصحن يكون كبير، ونتمنى يعني الموافقيه. باب القبله يمكن هسه اللي مفتوحه الوحيده مو؟ اي لا باب المراد وباب المراد. نعم. احنا نتمنى يكون مناك اكو باب ثانيه يعني في توسع للوق في السيارات، جراج السيارات وين اذهب سيارتي؟ انا اجي زائر وين اخلي سيارتي؟ المفروض يهيئون سياره، اذا يقول لك الجراج اذهب سيارتك هناك ها، وبعدين تمشي ايش قد مشي؟ اكو ساحات، اكو ترتيب، اكو هسه هذه اللي بهالصفحه هذه يعني المفروض اكو مساحه تاخذ 200,000 سياره تاخذ، يعني التوسع افضل. ونسال من الله القبول الشيخ شرار علي سلمان المياحي. تحياتي لكم. شرفنا شيخ، شرفنا. شلونك؟ سلامة الله قلبي وفك الله. انت هنا تشتغل لو شنو؟ والله انا اشتغل هنا كاسب بالكاظميه. يعني الله وكيلك كان ثاني هاي معوق، يقول لي لا بترد قلت رجلك يلا عاد اعطيك راتب مال الرعايه، قطعوا الراتب مالتي يعني بهذلون تبهذل. راجعت على الرعايه؟ راجعت ايش كم واحد راجعت استقبلت وهذا، قالوا له ما تفيدك، قالوا له الا يعني بترد قلت رجلك يا الله. وانا زين انا حالتي تعبانه فرد نظر تعبت كلش، والناشد من هذا الوزير وزير جديد يعني لو بس يعطيني مقابله كل شمال يعني نسأل الله وبجاه موسى بن جعفر، وهاي الأيام أيام مباركة، أيام مولاتي زينب ولادتها، وش إن شاء الله الأمن والأمان للشعب من العراق إن شاء الله. إذا هاي مناشدة إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يعني هنا مواطن هذه حالته يعني معاق، ما عنده راتب رعاية، يقولوا لي إلا فلوس أبو الآن أقل أسوي لك إياها إلا فلوس، يأخذون منك فلوس حتى إلا حتى أسوي لك إياها. والله ما عدي، شهد الله ورسوله، ديش عربانتي الله شاهد ورسوله وحق هذا بالجواد. زين أنت شو تدفع عربانة شو تشتغل يعني؟ بيع شيلو؟ لا والله أدفع بها، أكل خبزة حلال، أطلب من أبو الجواد يعني من موسى بن جعفر بس يعطيني مقابلة ويا الوزير، يعني مقابلة يعني بس أرد أقابل إن شاء الله. إن شاء الله. أي والله، عندي أطفال اثنين، عندي أطفال اثنين وبالطريق هم طفل.
والحمد لله والشكر يا رب. شكرا لك. يوفقك الله بعد روحي. يوفقك الله. شكرا لك. السلام عليكم، شلونك؟ شلون احوالكم؟ الله يسلمك. هلا عمي. يا مرحبا. شلون الكاظميه وش تحتاج؟ الكاظميه رادها توسع هوايه حقيقه، وابوابها كلش ضايق الناس بالله العظيم. موضوع التفتيش تقصد ولا الدخول؟ نعم دخول الكاظميه مضايقينا كلش، ومفروض يخفون من هاي السيطرات. اليوم الوضع زين الامني والامور زينه، لازم احنا شويه نفع المواطن تدي تعبان والامور هاي ما الدنيا دشوفها شلون تصير. هاي بالنسبه هاي جهود الدوله، خصوصا انه هي الاف باليوم يزوروها يعني كل محافظات موجوده، الاجراءات كلها موجوده، يقدرون يخلون سونارات خاصه وعمل خاص حيث يسهلون الاجراءات للناس. زين، مواضيع السوق، الخدمات، غيرها، النظافه، شلون تشوفها انت كزائر يعني؟ والله بالنسبه للاداره صحيحه ماكو، تشوف هسه هذا الفوضى الموجوده بالشارع، هذا دمار، هذا مو صحيح. اتجاه الكاظميه ونظره الكاظميه، تدري احنا طالعين مثلا شايفين الامام الرضا والمشاهد يعني نزور كل غير وضع وغير نظام. غير نظام هنا راد نظافه وراد شو اسمه، لان هاي واجهه ايمنا قوما المواطن. هنا شنو دوره؟ المواطن الا دور الا دور الأساسي. ضروري ما يغير الله بقوم حتى يغير ما في انفسهم. اليوم المواطن هو الدور الاكبر له. المفروض المواطن هم يساعد الدوله بهواي امور، بس هي تشوف انت الوضع الفوضى تصير من الطرفين يعني، مو اكو فلوس واكو كذا واكو عمل يسمحون للناس بهالمجالات هاي. بس ضروري الدوله تخلي امور حاسبه وتخلي لهم البديل بحيث لا يتضايق به المواطن. نعم نعم، شكرا لك. أنا ممنون 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 ممنون. حجي اذا نرجع ونقول الكاظميه مظلومه، مظلومه من كل النواحي. اولا السيطرات هاي وحده، ثانيا المداخل مالتها ما يعني مو نظيفه، مو لايقه بالامامين موسى والجواد. انت حضرتك من اهل الكاظميه؟ انا بلبه الكاظميه. زين، احنا نريد نظافه الكاظميه خاصه بالاخص باب القبله باب المراد. زين، اكو فالشغلات هم تطلع عندنا بالكاظميه يعني المفروض نعالجها، ما خلينا باب ما دقيناها. ليش؟ يعني ما نقدر نحكي حجة، خاف نحكي لا قول. يعني شغلات هذن أمهات العلق، أمهات العلق لازم تعالجونا بيها، لازم تعالجونا بيها، لازم تعالجونا بيها. شلون هاي شلون؟ والحليم تكفيه الإشارة، ما نريد نقول لك فلان شي وفلان شي وفلان شي. زين، يعني يجي الغريب منا كيطب يقول هاي بنت الكاظمية ولا تبيع علق هنا، غير شغلات، ما خفية مكانها أعظم، ما نقدر نحكي احنا. عرفت شلون حكايتي؟ فاحنا نريد علاج لهالشغله هذه. زين، يعني اكو حتى موضوع المتسولين همين هوايه. طبعا هو العدو المتسول شنو هو؟ مختلف الاشكال، وثلاث ارباع مو فقره، ثلاث ارباع الموجودين مو فقره، يقدم من هذا 1500 والربع ما محتاج، ما محتاج. يعني انا اعتبر هذا راتبه يمكن اذا ترد تجمعه اضبط من راتب اللي ياخذ راتب من الصحه من النفط من الدائره مالك، رواتب مطلع بالنفس، بس دول رواتب ما شاء الله جارية خير من الله. زين، ما نقدر نحكي أكثر من هذا. يعني إحنا ما خلينا باب ما دقيناه، باب فلان وفلان وفلان وفلان، ياهل يقول له يقول والله ما نقدر، ويخابرون عليهن، وما نقدر ويخابرون على فلان وعلى فلتان، شنو يخابرون؟ لا ليش قالوا دولة؟ دولة بس تعرف طحن الدولار. زين، الدولار ب 123 124 صار يقول لك فوق ال 140 145، يصير هذا؟ ما يصير حجي. يعني هذا ظلم، الشعب وين يروح يقدي؟ بس جاوبني على سؤالي، الشعب يروح يقدي؟ والله الوضع الاقتصادي صعب. زين؟ صعب. يعني هذا المسكين شنو التمن خلينا نقول ب 40 بيت صار ب 50 فوق ال 50. ما يقدر يشتري. الحصه ما ينطون حصه، شو يعطون؟ يعطون بطلين زيت ويعطون شوي شكر ويعطون شغلات وما ينطوها هسه، ما ينطوها اصلا نهائيا، ما ينطوها. زين؟ خلي يساعدون هالشعب هذا المسكين هذا. زين، لا حول ولا قوه. يعني احنا من نحكي يطلع مو خوش اوادم، لا بالعكس، لا بالعكس عمي بالعكس. ليش؟ انا الرجال من اشيل هم، لازم اشيل هم العالم كله، تشيل هم يعني نشخص الاخطاء، نحط ملاحظاتنا. بالعكس حج، هاي مو نظافه، عين هاي مو نظافه، هاي كاظميه مو نظافه. يعني احنا رايحين ببلدان عديده، رايحين تركيا، رايحين سوريا، رايحين ايران، رايحين الرضا، شنو شارع الامام الرضا؟ مو مثل هذا اصلا. زين، هذا هنا يم الامامين موسى والجواد، ارض مقدسه. الكاظمية أرض مقدسة بالجوادين موسى والجواد. زين، المفروض احنا نصونها، احنا نحافظ عليها من كل النواحي. إذا كانت أمانة عاصمة، وإذا كانت كهرباء، وإذا شنو كهرباء ساعة نص ساعة ما ينطوها،
ساعة ما ينطوها. ليش؟ هو يعني مو سواها على نظام الخصخصة وانه 24 ساعة يا حصحصة قبل سنتين يمكن؟ عمي هاي ما هي شغلة الحصحصة راحت قبل الثورة هاي قطعت قطبة زين ما راحت. يطلع يقول انا راح اسوي ان شاء الله ان شاء الله راح يصير 119 دولار، ثاني يوم صار 100 فوق 40 147. زين ليش؟ ليش عمي دير بالكم على الشعب يا حكومة؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. دير بالكم على الشعب، ترى الشعب هو جابكم مو أنتوا جبتوا للشعب. عرفت شلون؟ كل من قاعد على كرسي وخالب باب حوشة فد أربع خمس جنيهات من هاي تغذي لها بقد الصحن. بعد شو يريد؟ والفقير ما عنده فلوس مال نفط يشتري. شكر ما عنده يشتري. بطل دهن زيت ما يشتري. قرصة خبز حسرة عليه ليش؟ زين؟ استعاني وانت لو نحكي من الصبح لليل كله بالعكس يسواه. الطالع اللي قدام يرجع لي ورا ويرجع لي ورا طالع اللي قدام بالعكس كله بالعكس. زين؟ واحنا نشكركم. نقول الله كريم بس. بس احنا نريد هذا ما تروح القائمة، مقام ابو طيبة، ابو طيبة خوش اسلمه. زين من تروح على ابو طيبة، ابو طيبة يقول له يابا فلان شي فلان شي احنا نريد عمل. نريد شغل. الكاظمية تريد شغل شغل، تعرف شنو شغل؟ مو بس الكاظمية، العراق مالته كلها توا، احنا من حايم من حايم بس الكاظمية. كل شوارعنا وكل مناطقنا. ألف رحمة على موتى. شكرا عمي. شكرا عليك. ايش تحتاج الكاظمية اليوم؟ والله خدمات يعني، وبيها أمن، الأمن زين بيها، أموال موجود يعني، بس شنو إرادة لها بعد تطوير هواي. يحتاج لها ها؟ زين شلون نشوف مثلا القوات الامنيه تعاملهم الجهات الرسميه البلديه قام مقاميه شلون تعاملهم يشتغلون بس شنو يعني هم يرادونهم بعد هم بعد الامن موجود يعني الامن موجود كل موجودين يفترون وهذا ماكو امان بالكاظميه نعم شكرا لك اهلا وسهلا الكاظميه تحتاج خدمات تحتاج نظافه واحنا كنا بوضع وباء كورونا وكورونا انتهت ان شاء الله وخفت فنرجو من الدولة الكاظمية مكان مقدس وهم يعتبر سياحي وتجي من جميع دول العالم وإن شاء الله كورونا راح تخف فالمطلوب من الدولة تنبال على مدينة من بغداد ها؟ أنا من بغداد من مدينة الصدر تشرفنا والحج هنا الحج هنا من محافظة ميسان ميسان جاي زيارة اي والله زياره كلش قد تجي للكاظميه زياره والله كل تقريبا 5 اشهر 6 اشهر شلون تشوف الفرق بين فتره وفتره والله زين زين تقريبا احسن للاحسن تقريبا شوي اي والله ايش تحتاج الكاظميه والله تحتاج نظام تحتاج كذا اي والله ترتيبات والحمد لله والشكر اهل ميسان شلونهم احشينا والله زينين الحمد لله ميسان الحمد لله اي والله الحمد لله والشكر الله يخليك السلام عليكم مشكورين شكرا لكم حتى الكاظميه المقدسه لازم تكون نظيفه انت تروح المشهد للامام رضا وشوف هنا انا ابو الجواليه شوف شلون المنطقه يعني مو بذيك النظافه ولا بذيك المطلوب بس نرجو ان شاء الله الله يهديهم والله يصلحهم الحكومه والله يخليهم يلتفتون على هاي المنطقه المقدسه اللي هي العتبه الكاظميه يعني كثير يجون عليها زوار من إيران من الخليج من أمريكا من كل مكان عم يجون زوار كنت بالمنطقة بالألطف والأنظف والأورى يعني كل لازم تكون منطقة نظيفة خدماتها وسائل نقلها مثلا هاي الحواجز ما إلها داعي يعني ده سوي سبب زعج للناس علوش هذا حاجز هنا أنا حاجز هناك شو المنطقة من تكساس إحنا يعني فعلا بدأت الناس تضايق من هذا الموضوع طبعا تضايق لان ما إلى داعي الحمد لله والشكر البلد صار بامان لاكو تفجيرات ولاكو مفخخات ولاكو كل شيء هذا بدل ما نسوي حاجز نخلي حاجز واحد يا ابن ما يخالف للامان غير حاجز واحد كافي نتمنى لهم الموفقيه وان شاء الله ان شاء الله يستجيبون بحكينا وهي قناتكم الموقره ان شاء الله توصل نداءنا للحكومه هو للاخ الكاظمي الله يحفظه ويخلينا اياه ان شاء الله خلي يدير باله على الفقرة نتمنى لك الموفقية والتوفيق إن شاء الله حاج شلونك؟ شلون الصحة؟ أنت إيش تشتغل؟ أنا كاسب على باب الله على باب الله هنا بالكاظمية إيه بالكاظمية نعم شلون الأمور؟ شلون الشغل؟ شلون شايف الكاظمية؟ والله شايف رحمة الحمد لله أنت من أهل الكاظمية؟ من أهل الكاظمية إيش تحتاج الكاظمية اليوم؟ والله سلامتكم شو تسوي؟ وياها وياها كخدمات الله كريم الحمد لله وياها وياها
خدمات زينه هنا بالكاظمية؟ والله خدمات ما فيش زين الحمد لله شكرا الله زينه؟ نستحمد الله حبيب قلبك حبيبي سلام عليك السلام عليكم خويا احنا نشتغل صبابيغ هاي من ذاك المهيوم نعنت الله عليه من وقت صدام لحد الان صدام سقط وظلينا نشتغل صبابيغ يعني لمتى وهذا البلد خيرات الله كلها بي فرهده وخيراته باقة وخيراته يعني لمتى احنا نظل هيجي يعني رحمه على والديكم سووا لنا صوره حل العالم تشتغل عربنتيه العالم تعبانه العالم حصل عليها الالف دينار والان هاي اهل البرلمان يبوقون ويعبرون يبوقون ويعبرون خيدر يعني دير يعني بالهم على الفقره الفقره تعبت عم الفقره تعبت العراق خيرات الله الله خلى الخيرات كلها بهالبلد وين خيراته احنا عراقيين كاحنا عراقيين خيراتنا وين حقوقنا وين يلا تعال واحد يجينا حيدر العبادي المالكي اي واحد كان ما يكون من عندهم خي يجي يقعد ويانا وهاي بسطياتنا هذا شغلنا شرف احنا يعني يقدر يدز ابنه يشتغل بهاي الشغله لمتى احنا نظل هيجي زين خيدير بالهم على الفقره الفقره تعبت ترى تعبت الفقره تعبت زين حرام عليهم الله انت هنا أنا يمكن يمر عليك باليوم اكثر من ألف ألف واحد اشوف اشكال والوان عمي انا صالح شغلك زين عمي شغل ماشي الامور ماشيه بس لمتى احنا نظل صبابيق احنا لمتى نظل صبابيق يعني خيرات الله الله خلى الخيرات كلها بهالعراق خيراتنا وين احنا حقوقنا وين وين حقوقنا يعني سقط صدام واجوي اجوا على الراهل لقوا موزايا مقشره وقام ياكلون على راحتهم لمتى خلي يجون هنا اي واحد مسؤول يشوفنا احنا هنا صبابيغ بالكاظميه المقدسه زين خلي يعطونا حقوقنا حقوقنا نريدها احنا عراقيين حقنا بهالبلد مو يفرهدون بينا زين اجتنا كورونا وسولهم لعبه كورونا وما ادري شنو وسبعة اشهر بس يبوقون يعبرون كل من حاط له طياره على بيته وقت الطقه شرد وقت الامور زينه اجى رجع زين خلي يجون يعطونا حقوقنا يفترون على الفقره شكو منطقه فقيره يفترون عليها زين مو بس قاعدين بالبرلمان قاعدين بالخضراء زين شكرا لك شكرا حبيبي تعال خاله تعال شلونك حجي؟ الله يخليك الله يسلمك جاي الكاظم اليوم؟ اي والله شلون الكاظمية ايش تشوفين؟ والله الوضع هو نفسه كل شيء ما متغير اي يعني متى ايش تحتاج الكاظمية؟ كل شيء تحتاج ترتيب تعديل شوارع مجاري انارات كل شيء تحتاج اي ملتهين بالبوق بالبوق اي ما شبعوا شكرا لك شكرا الله شكرا السلام عليكم وعليكم السلام شو اخويا احنا قدمنا 2000 نعم 2019 نعم وين على وزارة الدفاع لهذا اليوم لحد كشموك قدمنا طينا 5000 على الترنيات لهذا يوم وذاك يومك وجاي نطلع على البوابة رقم 9 بالظهرات لهذا اليوم لحد هذا يوم كشموك بينا يمكن يعني حيل انتم متقدمين 2019 مال بيوم الطيار وش يقولوا لكم؟ يعني كل ما نروح ها موازنة ها ما أدري وين يشمرونا ما أدري وين يعني العباس عليكم تانيكم نفس اليوم يعني هالشباب ملت يعني تعين تتونا لحد هذا اليوم ما طلقتوه يعني والله ملينا وحق هذا الكاظم وحق هذا الكاظم ملينا يعني هاي الشباب تانيكم يوم يعني ما أدري شو أقول لكم بعد إن شاء الله يسمعوك الجهات يعني وزير الدفاع جماعنات بس بو على حالنا شوية جماعنات بس بو عنا شويه لا تقضيها منا ومنا بس بو عنا جمعنات واطلع للمظاهرين خطيه ترى امتانيك ويوم يوم امتانيك بعد يمك انت بعد حظ ضبختك بعد ما الله ودك نعم السلام عليكم هذا خاله تعال ايش بس انداري شو نعم انداري على الكاميرا هنا يمي هنا يمي انا من منطقه التاجي زوجي الشهيد 2005 نعم الله عليك بالعافيه أخوته أكله وحقوقه واشتكوا علي واحد منهم بأمن الوطني يطب للقاضي يقول له أنا بأمن الوطني عميد يطب للمراكز أشتكي عليا يسدها يقول لهم أنا عميد بأمن الوطني وعندي يتيم أكل حقي وحق يتيمي فر علي دعوة فرها وداها لدياله خلاني صعدني جنائيات اسمه قيس عبد الله من أهل التاجي بمجداي
وخل باكر عندي محكمه بدياله وجيت شكايه لموسى بن جعفر يقول لي يقول راح احبسها هي وابنها على مود كيف داعيتها بحقوقي والدوله ما نطتني اي تعويض واي شيء. يا محكمه الموضوع محكمه دياله محكمه دياله صعدها من بغداد لدياله تحقيق قاضي تحقيق وقاضي جنائيات ابو جنايات حولها للجنح السائليه شهرين على الجنح انا وابني السيارة مية توديني وتجيبني، أريد الدولة هذا اللي يشتغل هيك ويسوي ما تحاسبه. أنت راح توقفين قدام القاضي، باكر احكي له هذا الكلام كله. إي احكي له هذا. ترى القضاة مالنا بعدهم. لا بعدهم بعدهم إن شاء الله. زينين هي، رحت 3/12 يقول للقاضي أجلها، قال له بابا هي راح تتأجل، رد اشتكى علي المجلس القضاء الأعلى البديالة على الجنائيات كيف نزلوها جنح. هو بأمن الوطني صار عنده وزوجي وعمي انكتلوا الساعة وحدة انكتلوا 2005/14/9 حتى تعويضه أخذها اللي عنده كله أخذها بيته أغراضي كلها ما قدرت له 15 سنة صار وينها الدولة لعاد وينها لعاد الدولة وينها وأنا ويتيمي وتجي مرات مبات بغير عايشة بس عندي مال الرعاية عايشة على الله وعليها وقاعده بغرفه من قرايب انطونيا اي هذا قلت له للقاضي قاضي دياله قلت له هذا بامن الوطني صار ويجون محافظات العراق وما اروح من اشتكي يسدونها اكيد القاضي ينصفك قال ان شاء الله قضاتنا وقضاتنا بعد بخير اي زين ان شاء الله ان شاء الله الله يفرج عنك قال يعطيك العافيه الله يوفقك الله يستر عليك كن مريض من الله والدوله من الله واهل البيت والدوله والخيرين اللي رحت اشتكيت عليها وسدوها اي سدوها يقول لي واحد ليش جاي علينا؟ قلت له حرام لا تصير من سلطان لا تخاف اي كلها يسدها عنده فلوس ودفاتر ويسدها يقول اريد احبسها حتى لا تاخذ حقوقها حتى تتنازل نعم الله يفرج ان شاء الله ان شاء الله الله يفرج ويستركم الله يساعدك على الشغل على العمل الله يساعدك بالعربة انا والله مو بغداد ولا محافظات؟ لا انا محافظات هذه اي والله شغل بالعرب انا شلون شغلك؟ والله مو زين والله يوم ماكو شغل يوم ماكو شغل اي والله وقاعد بالفندق ماكو مساعده اي والله ما عندك غير فرصة عمل بس هاي العرب بس هاي العرب انا والله ماكو فرصة عمل الله كريم الله يفتح عليك ان شاء الله حبيبنا شكرا لك شكرا هلا خلاص الدوله الحجيه هي الشرقيه وين بغداد؟ اي وين يعني حتى عندي ابني عندي ابني عنده عجز كلو وحده وانا والدته وما سوي له مطابقه وطلعت ما مطابقه انا وانا لا حول ولا قوه وينها يا مستشفى؟ احنا مستشفى مستشفى الكلى مدينه الطب نعم اي وشلون شفتي هناك الرعايه الصحيه زينه المستشفى؟ والله ماكو عنايه اللي بي احنا يعني من واحد لواحد من واحد لواحد ضلينا بس نفطر وكل شيء ما سوى وهسه المشكله وهسه ابني راد لغسل ومحتاج لكله وانا لا حول ولا قوه وين اروح؟ واحد ما عنده مكان وين يولي؟ شو اسوي بهالحاله؟ شكرا لك نعم شكرا لك يعني هاي الحالات الانسانيه كثيره المناشدات الانسانيه كثيره عسى انه يسمعوهم يعني اهل الخير كثير واللي يساهمون ممكن انه يساعدون الناس خصوصا اللي الوضع الصحي تعبان اللي عندهم عمليات دائما يعني اكو من يعني يوقف لهم الناس شلونك؟ الله يسلمك يا حبيبي من اهل الكاظمية؟ ها؟ من اهل الكاظمية؟ قريب على الكاظمية شلون الكاظمية اللي تشوفها ايش تحتاج؟ والله هسه الوضع قام ما يساعد والله من ساعد هسه كان العالم طلع 10 20 هسه من ساعد الدولار تدري انت بعد عالم حالته تعبانه وحيل ضعيفه وانت بعد تدري من العالم هذا اللي يشتغل بالعربانه هذا يشتغل بشمبر بالشاي وايد لو ضح تعبانه هسه يعني ايام كورونا انسدت هذه الزيارات ووقفت كلها هسه باعتبار رجعت رجع الشغل مو مثل قبل كان المطاعم معزله تدري انت كل شيء كان معزل محلات ماكو هسه خير من الله رجعت والمحلات فتحت مطاعم فتحوا خير من الله نعم الحمد لله والشكر شكرا لك شكرا اذا مستمرين في بلا عنوان مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من مدينه الكاظمية اذا بعد ما التقينا بعدد من المواطنين في مدينه الكاظمية وتحدثونا عن همومهم وشكاواهم وملاحظاتهم
وصلنا إلى قائم مقامية الكاظمية، راح نتحدث أيضا مع الدكتور يوسف اللي هو قائم مقام الكاظمية ويحدثنا عن السلام. مشاريعهم. عليكم السلام دكتور، عرفنا بحضرتك أولا. يوسف السعدي، قائم مقام قضاء الكاظمية المقدم. تشرفنا بحضرتك. اليوم الكاظمية مثل ما شفنا الناس، سألناهم ايش تحتاج الكاظمية، الكل تحدث عن الأمور البلدية، عن أمور الترتيب، الصيانة، شوارعها، التوسعة، يقارنون دائما كانوا في الأضرحة في دول الجوار. فايش قدمتوا للكاظمية كقائم مقامية؟ حقيقة بلدية الكاظمية والدوائر الرسمية في مدينة الكاظمية والعتبة الكاظمية المقدسة في تنسيق دائم، يعني أنت قارنتها بال الأضرحة في دول الجوار. نعم. أي دول الجوار مثل الإمام الرضا سلام الله عليه بإيران. نعم. يعني إحنا هذولا يعني الإمام علي بن موسى الرضا البرقد ماله يعني تعب عليه وصرف عليه مبالغ طائلة. نعم. من قبل العتبة اللي موجودة في الإمام الرضا ومن خلال التنسيق مع بلدية الدائرة المعنية. نعم. ووضح بها صورة. الآن إحنا أكو هناك تنسيق بين دائرة بلدية الكاظمية وبين العتبة الكاظمية المقدسة. نعم. على أنه يكون أوسع مجال، وقبل يمكن 5 أيام كان هناك ترميم. نعم. وتجديد للعتبة الإمامين الكاظميين. نعم. عليهم السلام، وتم افتتاحها يوم أمس واستقبلوا الزائرين من مختلف أنحاء المحافظات، واللي حقيقة بلغ الزائرين اللي يتوافدون لنا للكاظمية أكثر من عدد سكان مدينة الكاظمية، وخصوصا في أيام الزيارات اللي هي السبت، الأربعاء، الجمعة والخميس. هذا العبء حقيقة شكل عبء على القوات الأمنية وأيضا على دوائر البلدية في موضوع النظافة، في موضوع تهيئة طرق دخول الزائرين وتسهيل أمور الزائرين. وهناك أيضا تنسيق مع دوائر الصحة، دوائر المستشفيات، دائرة الكهرباء، دائرة البلدية، على أن تظهر الكاظمية بالمظهر اللائق. وأنت مثل ما تشوف يعني أكو تم إحياء متنزه الكاظمية بجوب التعاون والتنسيق بين قام مقامية قضاء الكاظمية وبين الدوائر البلدية. والآن أنه المتنزه اللي على المحيط بعد جسر الأمة، المتنزه بعد جسر الأمة على جهة اليسار، كذلك جميع المتنزهات الكاظمية، متنزه السلام، متنزه حسين علي محفوظ اللي هي موجودة حاليا، كانت مكبمة النفايات. نعم. تعاوننا عليها بالبداية قبل يمكن 8 سنوات أو 10 سنوات، قام مقامية قضاء الكاظمية ودائرة بلدية الكاظمية، وتم رفع هاي النفايات ومخلفات السكراب، وتم إنشاء متنزه جدير بأن يزار وأنه يكون متنفس آخر لأهالي منطقة العطيفية والشالجية، مفتوح حالياً وأنه أيضاً، ومثل ما تلاحظ أيضاً المتنزهات والحدائق والنافورات والنصب. يعني الكاظمية أفضل من كثير من غيرها في جميع النواحي والمجالات. نعم. حالياً باب القبلة وباب المراد هي اللي مفتوحة، بس أكو زخم كبير من يعني الزوار، تعرف يعني الزيارات يمكن بالأيام العادية بالآلاف، فيحتاج الموضوع شوية ترتيب، خصوصاً يعني بعد كورونا ما أيضاً فتحت الأمور. أيضاً بالإضافة إلى باب المراد وباب القبلة وشارع الشريف الرضي، وأيضا شارع الإمام علي عليه السلام اللي تم افتتاحه اللي يؤدي إلى المرقد الإمامين الكاظمين عليهم السلام، والإمام مدخل الإمام الحجة عجل الله فرجه، وموجود أيضا يعني أكثر من 4 مداخل موجودات لدخول مدينة الكاظمية بن سيابية،
ومن يصير ازدحام وزيارات يصير ايضا ترتيب وتنسيق لهذه الاماكن. مشاريعكم انتم كقائم مقام يعني كان عندكم يمكن تبليط شوارع بالسنه الماضيه؟ احنا العام مساعدة سيد محافظ بغداد بعض الطرق الريفية اللي سواه كتاب ان امانة بغداد بانه لا مانع من تدري انه داخل حدود الامانة صلاحية امانة بغداد اللي هي السبيس والتبليط والمجاري والماء ووفق الدستور هاي يعني، لكن مع ذلك انه السيد محافظ بغداد انه اوعز بتبليط بعض الطرق في منطقه ركيه وفاضل وكذلك سبيس وكذلك تبليط ومسافه 5 كيلومتر تقريبا. وايضا احنا فاتحنا اليوم المحافظه لاحياء منطقه ابو الجدايل وفرشها بالسبيس والتبليط ومنطقه المصابيح ومنطقة القادرية. هاي المناطق تحتاج حقيقة وهي تابعة أيضا لأمانة بغداد، لكن إنه المحافظة دائما تعاوننا في حملات النظافة وكذلك في حملات السبيس وحملات التبليط. ضمن الكاظمية وقواطعها يعني أكو المدن أو المناطق الزراعية اللي تحولت إلى سكنية. بعض المواطنين اللي التقينا بهم صراحة اشتكوا من عدم إمكانية دخول مواد الإنشائية إلى المنطقة بأوامر يمكن من البلدية أو من الجهات الأمنية، فهذا الموضوع هم نريد نفهمه منكم كجهة رسمية. احنا حقيقة هاي موضوع هي بساتين أو قطع أراضي زراعية تم تجريفها والبناء بها وأصبحت مدينة مأهولة لا يمكن أنه إزالة 10,000 بيت. لا وخدمت يعني تبليط وكهرباء وماء. لا ما مخدومة لا تبليط. حسب ما قالوا الناس طبعا. هم بجهود ذاتية قدموا لهم الكهرباء وماء وقسم منهم فرشة سبيس وقسم بلط الشارع اللي يمه جمعة ومبالغ. لكن احنا اللي نقول احنا نقترح هذه المنطقة أصبحت سكنية. يعني ما بإمكان أنه يزيل لك 10,000 بيت سكني لأنه كودن باني على زراعي. واقترحنا حقيقة تغيير جنسها من زراعي إلى سكني والسماح بشكل رسمي بعد. بشكل رسمي وأيضا الدولة تستفاد في هذا الظرف اللي هو محتاجة به غطاء مالي يعني من خلال الرسوم. يعني هسه هذا 10,000 15 بيت وتاخذ منهم كل واحد مليون او مليونين وحسب البناء وحسب كذا وتعطي وصل بها وتتحول الى يعني الدوله تستفاد وتحل مشكله العالم وتشيل العبء عن القوات الامنيه وعن امانه بغداد اللي يوميا مثلا افتحوا شهر اغلقوا شهرين وحتى ما تبقى يعني فد موقع للاجتهادات من قبل اي جهه كانت دخول المواد او خروجها. احنا طبعا نشكركم نشكر الكاظمية واهلها وانتم اللي قائمين ايضا على خدمتكم. احنا نشكركم نشكر تعاون اهل مدينة الكاظمية في كل صغيرة وكبيرة مع الدوائر الرسمية ونشكر قناة التغيير وكادرها وموظفيها على التغطية واللي سباقة في كل المناسبات تعذر لنا. شكرا وتقديرنا لكم. شكرا لك استاذ. اذا كانت هذه يعني حلقتنا اليوم من بلا عنوان في مدينة الكاظمية. تحدثنا مع المواطنين شفنا همومهم وبنفس الوقت تحدثنا الى قائم مقام الكاظمية. انتظرونا في حلقة قادمة من بلا عنوان وعنوان جديد. الى اللقاء.